متابعينا الحلوين، مثل ما وعدتكم باخر فيديو سالتكم تردون ان نسوي جوله لمشتريات الخريف. وايد بالانستغرام قالوا لي ايه خلينا نروح وياك لتسوق لمشتريات الخريف. هاي اول مره طبعا اسويها، لان هنا بمشيغن في جميع الفصول، خريف، شتاء، صيف، ربيع، ولذلك راح نروح انا وياكم اليوم. بس قبل هذا كله خلينا نشوف وعد، قل لهم هاي. هاي تعبان اليوم شوي، كسول. ليش؟ ليه انام؟ ما دائما دائما شو تقول لهم؟ لا تنسون شنو؟ الاشتراك. قبل لا نبدا هذا الفلوق اشتركوا بالقناه وسووا لايك، وهذا ارسلاني راح يروح وياي وراح يصير بي نايس. صح؟ You gonna be nice؟ Say yes ماما. You gonna put the seat belt؟ Mine. Seat belt؟ ماين، يعني هو يقصد انه هو يحط السيت بلت. راح اروح انا وارسلان نتسوق مشتريات الخريف. طبعا الخريف يتميز باللون البرتقالي، فراح نجيب شغلات برتقاليه. يس برتقالي. يا يلا خلينا نروح انا وياكم للسياره. ركبنا السيارة وهنا أنا معايا أرسلان. سي هاي. طبعا أول شيء راح نروح على دولار تري، لأن صراحة مرات يجيبون شغلات كلش حلوة وتخبل ورخيصة بالدولار. بعد ذلك راح ننتقل إحنا وياكم نشوف، يمكن نروح مارشل، بيج لوك، تارجت، هم بي شغلات كلش حلوة. بعد مكان اسمه آت هوم، بس كان قريب يمنا وشالو صار شوي بعيد، فيمكن ما راح أروح لأن كلش بعيد صار علي. يلا خلونا نروح. جيت أول شيء على دولار تري، خلينا ندخل لهذا، وأكو واحد ثاني هم راح نروح. هاي اول ما دخلنا، لو تشوفون هنا الورود كلش حلوه، اذا تردون اللون الاورنج. هنا اغراض المدرسه، هنا حلو عندهم هذا بدولار كلش حلو، الواحد يخليه حوالين البيت، حوالين الباب برا او حوالين الشبابيك، كلش حلوات هاي، فممكن ناخذ من عندهم. شوفونا هاي اللوحات كلش حلوه، همه اذا حابين تجيبونه بس هيجي بدولار، روعة. شوفوا هذا تحطونها يم البيت، يم الباب، ويلكم. عندهم بامكن الصغير، صراحة هاي حلوات كلش حلوين على دولار، وهذه بعد حلوة، وهذه يجي لونها ذهبي كلش حلو مثل أثاث بيتنا. هذه اللي يخبلون هيجي، هذه المبينات هيجي هاي كلاس يعني كلش حلوين. شوفوا هنا عندنا اللوحات، اوه هنا اكو من عندهم هذيله كلش حلوات، شوفوا. فراح اخذ من هذيله، الصراحه حبيتهم لان مثل الرخام اوكي، ولونهم كلش حلو، مو فاقع، بنفس برتقالي بنفسجي. شنو هاي؟ وهنا بعد اكو هذه كلش حلوين، تحطونهم يم يعني اذا طاوله الصغيره بالبيت بالصاله يعني حلوه هاي. حبيت هاي، راح اخذ هاي. اوكي يو بود تيك وان مور، وراح ناخذ هاي. اوه شوفوا هنا، شوفوا هنا شنو لقيت، شوفوا الشغلات الحلوه روعه، حلوين هاي. شوفوا ياخذ ويحط، من اقول روعه هو ياخذها. اوكي هنا بعد حلوه، مكتوبه ويلكم فول، مرحبا بالخريف. انا ما قلت خلوه، قاعد اوريهم ماما. اوكي هذه كلش حلوه، تنحط برا. اوكي فريندز جاذر هير، كلش حلوه بدولار يعني صراحه، شغلات روعه وبدولار. ايش رايكم انتم؟ اكتبوا لي بالكومنت اذا حبيتوا دولار تري غراضه. هنا فزاعات بعد عجبوني هاي، شوفوا شلون اكو الوان من عندها كلش حلوه تنحط. اوكي وبعد عندنا هاي، احتمال راح اخذ واحده من عندهم، هاي بامكن سبايس، لأن طبعا هو الخريف اللي هو فترة البامكن اليقطين. هاي شوف شلون حلوات، كلش حلوات بعد، حباها أرسلان. طبعا خليني أوريكم هنا للهالوين، بعدهم عندهم دولار تري شغلات حلوة للهالوين. شوف شنو لقينا بعد بدولار تري، كلش حلوة لونها بينك. وهنا بعد تجي عندهم مثل الفلين، هذيك اللي شفناها مثل الرخام، هاي كلهم فلين هنا، شوف شلون أشكالهم حلوات، بيهم ورد فوق او بدون ورد هذا الشكل. يا يو بوت ات.
هنا بعد هذيل كلهم من الفلين اذا حابين. صراحة عندهم شغلات كلش حلوة. راح اروح للدولار 3 الثاني، دولار 3 ونشوف هم شنو عندهم. طبعا هاي انا فتحتها لقيتها هيك، شوفوا يجي 5 فيت هذا الشكل، اخذت لي وحده وراح نشوفها، واذا نحتاج اكثر نرجع نشتري. طبعا لقيت هاي كلش حلوه بها الحرف W، بس ماكو باقي الاحرف مالتنا، ما راح اخذها، راح اروح دولار 3 ثاني نشوف اذا اكو عشان ناخذ كل احرفنا. هذا اللي اشتريته حاليا. اجينا على بيج لوت وارسلاني عندي متحمس قاعد يجرني. هاي ناخذ اول شيء العربانه. او ماي جاد، شوف شنو لقى ارسلان، هيز فيفرت بيج بيبي يويا. بيبي يويا ولا بيبي يودا؟ ماما عندنا اثنين بالبيت. نو وي هاف تو ات هوم. نو 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 نو، ريتيرن ات باك نيكست تايم نيكست تايم. شوفوا ارسلان شنو لقى، كلش حلوه وتخلون داخلها كاندل. اي لايك ات، حبيتها. خلينا نشوف كم سعرها. 20 دولار. طبعا عندهم شغلات حلوه هسه، خليني اوريكم الشغلات الحلوه اللي لقيناها ببيج لوت حق الخريف. شوفوا شوفوا ايش قد حلوه. شوف هاي جايه ذهبي مع برتقالي، كلش حلوين حبيتهم. انت كل شيء وانت كل شيء. تعالوا خلينا ندخل هنا ونشوف. يا سلام، شوفوا عندهم شلون. طبعا هاي كلش روعه 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 ب 45 دولار. نحطها يم الباب البيت على اليمين وعلى اليسار، تطلع تخبل. وهذيلا بعد حلوات، بس انا اوريدي عندي مثلهم تقريبا بس سيلفر بالبيت. شوفوا هاي سعرها 16 دولار. شغلاتهم حلوه هنا. خلينا نشوف اذا دولارين ونص. شنو هي الدولارين ونص؟ انا عباين المخده. كم سعر المخده؟ خلينا نشوف. كلش حلوه هاي المخده، ماكو سعر عليها، ما اعرف. بس هاي يا هذه دولارين ونص. وهاي شوف شنو جايه، كلش حلوه تحطون بيها. اوه هاي تخبل، هاي حبيتها اكثر من الاولى اللي اخذناها. شنو رايكم؟ خلينا نشوف ايش قد سعرها. يا بامكن، كلش حلوه هاي ب 18 دولار. هاي حبيتها الصراحه اكثر، لان عندي انا مال شموع فنخليها هاي ويا الشموع. خلينا احطنها وبعدين نقرر اي وحده ناخذها. واو، شوفوا هنا اللي ما يريد لون البرتقالي، الالوان الثانيه هاي كلش حلوه الصراحه. يجي اللون الازرق الفاتح مع الابيض، بس انا كلش حابه انه يكون برتقالي لان الخريف هيجي الوانه، وهذا هم حلو يعني ما يمنع اذا انتم عندكم لون برتقالي وتردون تغيرون هذه السنه. هذه روعه روعه، هاي حلوه. لو اكو من عندها برتقالي كان اخذناها. كم سعرها؟ خلينا نشوف. 30 دولار. كلش حلوه، يعني اللي يريد هذا الالوان هنا كل شيء موجود. سبحانك ربي، لما انا اريد برتقالي ماكو شغلات الحلوه مثل اللي موجوده هنا. ها ماما انت كل شيء وانت. نو ذس از نوت اورنج، نريد بس اورنج. اوكي طبعا هاي حبيت الفكره انها بوكسات، اعتقد هم البوكسات هاي داخلها يجي لون برتقالي واصفر وابيض. حبيت الفكره، اذا عجبتكم هنا موجوده. واو شوفوا هنا ايش قد حلوين. شوف هاي هم بعد البوكسينج كلش حلوه رهيبه. هاي هاي اكبر بها بوكسات اكثر ب 25 دولار، وهذا اللون مالتها مثل اللون البني. عندنا هاي كلش حلوه بس هنا مكسوره، سو عشان تعرفون ان هاي فلين. خلينا نشوف ايش قد سعرها، وين سعرها. صراحه حبيتها، خلينا ندورها ب 20. وهذه روعه كلش تخبل على 35، كلش كلش حلوه انيقه. شوفوا عندهم هاي هنا الطويله على 8 دولار. طبعا هسه انا قاعده اشوف وياكم لاني عندي اماكن ثانيه اروح لها، قاعده اقارن الاسعار. هاي كلش حلوه ب 24 دولار، هذه ب 20 دولار. واو شوفوا شنو لقينا هنا، هذه كلش تخبل الصراحه ب 20 دولار. هذه ويلكم حلوه، تخلونها على باب البيت ب 20 دولار هم. وهذه كبيره، واو ويلكم فول، مرحبا بالخريف. ها ماما، لا صراحه شغلات بيج لوت تخبل. هاي كلش حلوه، كلش عجبتني، تتخلى يم الباب هم. هذه ويلكم، واو هذه روعه. هاي تجي كلها كامله من فوق لتحت وتنحط هيجي ب 20 دولار، تنحط يم الباب هيجي. حلوه حبيتها، هاي حديده يعني تكتكم فتره طويله. طبعا مثل ما اكو للخريف اكو للهالوين، حاطين لو تشوفون هاي الشغلات هنا شغلات الهالوين، وهنا الاضويه
قبل سنتين اشتريت من عندهم الأضوية. Say hi. Hi. What's your name? Mia. Mia? Mia. Mia. Thank you. Nice to meet you, Nia. طبعا هي قالت لي please أنت يوتيوبر. قلت لها إيه. قالت لي خليني أطلع في القناة مالتك. فقلت لها أوكي. Hi. بما ان احنا بيج لوت خل اوريكم شنو جايبين شغلات تخبل لبرا للهالوين. يمه خفت. شوف هاي شوي خوف يمه. لقيت عندهم هاي القاعده الصراحه تخبل. اللي يريد قاعده برا صغيره ورخيصه يعني هاي 273. هذا التشير 281. معقوله اثنينهم توجذر اعتقد. ذس اوكي. والله هاي جاي فيت معاهم. حبيت هاي ساين مكتوب عليها فول كلها مع بعض. كم سعرها خلينا نشوف. $20. كتبوا لي بالتعليقات بليز تحت هالفيديو منو مثلي اللي انا احب ادورا اشوف المحلات كلها وبعدين اقرر شنو اخذ. لكن اذا شفت الشغله لقطه يعني انا عارفه هاي سعرها هيك واشوف انها سعرها اقل اقوم اشتريها دايركت. يصير بيج لوت شفت وايد شغلات حلوه لكن قلت لا اخاف اروح التارجت اشوف احلى والسعر شوي احسن. فلازم اروح التارجت ومارشل اول شيء وبعدين اذا ما عجبني شيء راح نرجع على بيج لوت. هسه خلينا نروح المارشل اول شيء لاني وايد احبه. ومارشل يم هم الدولار تري هم راح نروح له ونشوفه لان بي شغلاتها بعد حلوه. واكو بعد فايف بيلو سمتايمز انه ينزلون شغلات تخبل بس $5 فخلينا نشيك عليهم. وهسه راح اروح الفايف بيلو راح تشوفون هذا فايف بيلو هناك دولار تري وهنا مارشل. طلعنا من فايف بيلو ما لقينا في شيء هسه رايحين على مارشل. وشوفوا شنو لقينا بمارشل. اول شيء طبعا اذا لاحظتوا لما اجينا الجوله للمدرسه كانوا هنا حاطين السكشن للمدرسه هسه شالينا وخالينا للخريف. هذيك عجبتني يمكن ناخذها او هذه. ها ماما طبعا ما اعرف ارسلاني ليش ما نجي المارشل الا لهذا الباب يفتحونه يفتحه قصدي. وهذا مكتوب بس للموظفين يا ماما. طبعا نجي هنا للبامكنز شوفوا هاي كبار وكلش حلوات. طبعا انا اخترت الصغار شفتوهم الرخام من دولتي حتى لو تنكسر الاوراق يكسرونها هي بدولار يعني. شوفوا هنا مثلا هاي كلش حلوه $5 هاي حتى يعني ما تنكسر. هاي بعد كلش حلوه. ها واو يس هاي بعد هم كلش حلوه $19 $20 وتبقى وياكم فتره طويله وما تتكسر بس لونها ابيض اريد برتقالي انا. هاي بعد هم حلوه واو كلش حلوه والله. تعرفون فكره ان الواحد ياخذ هيجي على شكل بامكن احلى واحسن اللي عندهم اطفال. خلينا نشوف نفس هيجي نوعيه. طبعا اذا لاحظتوا نفس هاي لما رحنا دولار تري وشافها ارسلان وكان شوي يمكن اكبر بدولار. شوفوا هنا موجوده $6 بمارشل نفسها بالضبط. خلنا اوريكم بشكل سريع شنو عندهم. طبعا عندهم اقل من هذيك المره. هذيك المره كان عندهم اكثر لما اجينا حق المدارس وقلنا بعدين نجي نشتري. ما شاء الله يعني ناس مشترينا هوايه. كلش عجبتني هذه ودي اشتريها واحطنها بالصاله لان انا اوريدي مشتريه وحده طبيعيه وخربت عندنا هوايه وخربه. فافضل ان هيجي وحتى الاطفال ما يلعوسون روحهم ويوسخون. هاي هم كلش حلوه كثير عجبتني. سو مثل هاي احنا رحنا شفنا بيج لوت كانت بثمانية هذه $10 هنا. طبعا من شفت الكاندلز او الشموع اجتني فكره ان نجيب لنا وحده ليش لا ونخليها بحيث ان هاي الريحه خلاص لما نشمها نتذكر الخريف. عندنا هاي سبايس بامكن باتر اوكي واكو هنا مثل الابل السينامون ريحتها. وبعد اكو بتارجت هم خلينا نروح نشوف بتارجت. وهاي للبامكن دونات ريحتها فحلوه تاخذون هاي الريحه وتبقى ذكرى اللي اخذناه من مارشل. بس هذا البلانكت. اجينا على دولار تري الثاني شفت فيه شيء جديد اللي هي هاي القش الصغير. طبعا هذا ايش قد راح يوسخنا اذا فتحنا. لازم هيك نحطه ونحط عليه البامكن الصغار اللي اشتريناه كلش حلوين. خلينا نشوف شنو اذا عندهم شيء جديد. صراحه البامكن اللي شفته بدولار تري هذاك هم حلوين وهاي هم حلوين كبار. ميبي انا راح اخذ وحده من هاي بعد كلش حلوين الصراحه. جينا هسه على تارجت وقاعدة اشوف الغراض. بعدني ما شفته هواية للخريف. لتسي خلينا نشوف شنو قاعد يسوي هنا. ارسلان دخل. اوكي هنا الشموع اللي موجودة بتارجت $10. خلينا نشوف من هاي. اوكي هاي ريحتها بامكن. هنا بعد عندنا
شكلي 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 راح ارجع على مارشل واشتري من عندهم. انا ليش بدي ارجع على مارشل؟ اشكالهم احلى، ما ادري هناك شفتهم شكلهم هيجي عادي، بس هذوليك بيهم شكل شويه ديزاين، الغطا مالتها يجي خشب حلوه يعني. شفت هاي المخدات كلش حلوات ولونهم حلو، اثنينهم على 20 يعني واحده ب10، بس مع الاسف انه بس اثنين راح اخذهم وادور بلكت اشوفهم بعد اثنين. حبيت هاي بعد تمشي معاها. اوكي يعني شوفوا هنا تارجت ماكو برتقالي الا بس هاي اللي اخذتها وبس اثنين يمي، وريد بعد اثنين ماكو، فمضطرة اني ارجعهم وروح على والمارت. وهذا السكشن اللي بوالمارت حق الخريف. طبعا هذا القش اذا تردون من عنده هنا الكبير على 6 دولارات 7 تقريبا، والصغير على 4. حلوين. اوه هنا يعني ما حاطين شغلات هواية، او يمكن خالين بس الناس مخلصته. عندهم هاي البامكن، هاي كلش خفيفة اليقطينة على 5 دولارات 6 دولارات تقريبا، ماكو من عندها برتقالي. طبعا ما صورت لكم، رجعت البيت اتغديت وهسا اجيت على السريع جبت وياي يزن ورحنا دولار تري اللي رقم 3 القريب منه على مود اشوف من عنده هذيلة، عجبوني هواية الصغار، هسا رح ناخذ من عندهم. طلعنا ومثل ما قاعد يشوفون مطر وعاصفه وانقلبت الدنيا، صارت الدنيا ليل بسرعه، المفروض بعد ساعه تصير الدنيا ليل. وريهم يزن قدام خلي يشوفون هناك يمت منا، فان شاء الله نوصل على البيت بسلام. مثل ما قاعد تشوفون هسه الاجواء كلش مطر، مطر قوي. هسه صرنا بالبيت، طبعا هذا اليوم الرابع او الخامس من بعد ما اشترينا، كنت قاعده ادور على مخدات ورحت مره ثانيه من وراكم واشتريتها، هسه راح تشوفون. طبعا مثل ما شايفين الصاله ما بيها ولا شيء، شارة كل شيء من أرسل إيلاني، وهسه راح نسوي لها ديكورات للخريف. مستعدين؟ Let's go. حبايبي خلصت الترتيبات، طبعا سويتها بروحي ومساعدة أرسلان وعاد والأولاد كانوا يشتغلون بالبيسمنت، عندهم شغل يعني قاعد يسوونه. هذا صوت أرسلاني، وهسه هم راح يجون يشوفونه وياكم. انتوا هسه شوفوها وبعدين خلينا نصور ردة فعلهم أول ما يدخلون الصالة ويشوفونها. هاي هي الصالة مثل ما شفتوا قبل شوية الترتيبات. طبعا هاي المخدة جبتها من مارشل وبعدني ما اعرف ارجعها ولا لا، قاعد افكر. طلبت مخدات تجي هنا لونهم اورنج من امازون، بعدها ما وصلت. هنا هاي كل الشغلات من دولار تري، بس هاي انا مشتريتها من زمان من ماير اعتقد. طبعا هنا
هاي جبتها كلش حلوة خليتها، محتاجة شيء اني اخلي بعد هنا مثلا شلون البطانية اللي طالعة او شيء، بس ما عندي، عندي هذه بس هنا خليتها على القنفة. هذا اكثر شيء حبيته هنا، حطيتهم هاي الشغلات هنا كلش حلوات، طبعا كلهم من دولار تري هاي الشغلات. هنا مثل ما انتم شايفين قمت خليت هاي الشمعة ريحتها حلوة، طبعا هاي الشمعة ريحتها هاي بعدني ما شلتها اللي هي سبايس بامبكن. كلش حلو تاخذون شمعة لكل فصل حتى من الشمور ريحتها تذكرون فصل خريف، فهاي انا اول مرة جبتها. طبعا قاعد يسولفون هنا ان هم جايين، اوكي لحظة لا تدخلون، اوكي بعدهم اوكي. فكلش حلوه، ما ادري شنو كنت قاعده اسولف، المهم نسيت. الطعام ما استخدمت شغلات كثيره، هاي موجوده عندي من اول، مشتريتها من زمان لما كنا بابو ظبي، قمت بس حطيت هاي الشغلات البسيطه. وهسه خلينا نشوف شنو ردت فعلهم. يلا تعالوا جاهزين. بابا موجود؟ انا فاتحه الكاميرا. 1 خلي يجي بابا وياكم. One, two, three. Wow! Mama, what you did? How much you spent? Huh? You finished my money? Huh? حرام عليك. ايش رايك هسه بالديكور؟ عشان تيدس كلش حلو. يا واو حبيت هاي. حلوة؟ خريفية. حركات. حبيت هذا. هذا البيانات غاليات ومراس من دولار تري. صدق شايف هنا بتارجت كلش غاليات. نو يمكن بعشرة؟ نو 1 دولار جبتها بتارجت. تارجت يمكن بخمسة او بعشرة. اي شايفهم والله زين. دولار وحتى هاي الكبيرة كلش حبيتهم. هاي شوفها. لا صدق هاي هم من دولار تري. شفت نفسهم بتارجت. لا عشتيتك شم الريحة حياتي شنو رايك فيها؟ الله شو اسمها البانكينج مو؟ يا ريحة بانكينج. بس شنو تعرف؟ حركات ماما ونيو بلانكيت قلبي. يلا سامح ناس شوي خلي صرفي. هاي بعد لا تقولي لي فلوس. زين ماكو فلوس اصلا. صبر عيديه ماكو. لا ماكو. لا زين كريسمس ماكو. عيد زواجنا ماكو. خلاص خلصتي البادجت. سو هسه بعد ما شفت كل شيء ايش رايك انت تختم الفلوج؟ اوكي حبايبنا اجينا لنهايه هذا الفيديو. اوكي لا تنسون الاشتراك بقناتنا متابعتنا. قام تأتئ هذا من وراء تصرف فلوسي. اوكي لا تنسون الاشتراك بالقناة مالتنا ومتابعتنا على الانستغرام والتيك توك وعلى اليوتيوب. واليوتيوب هذا هو. وشير هذا الفيديو مع احبابكم واصحابكم. واتمنى لكم ربيعا وخريفا ممتعا. خريفا ممتعا. ونحبكم. باي باي. أرسلان سي باي باي. باي باي. أحبكم. بوسة هيك. أويلي.